اليوم ليس للخطابة ولكنه يوم الفرحة، ولتسمح لي نقابة جنوب القليوبية وجمعيتها العمومية أن نرحب بالسادة الضيوف، وإن كانوا أصحاب بيت ولا يكرم المرء في داره أو في بيته، اسمحوا لي باسمي واسمكم أن أرحب بكبير العائلة، رجل جاء على فترة من النقابة، رجل إذا وعد كان صادقا في وعده، رجل إذا تحدث صدق، وإذا وعد نفذ ما وعد به، يعمل في صمت ولم يتحدث عن نفسه مطلقا. وسبحان الله العظيم، بمجرد أن تولى ابتلي بمجموعة من الابتلاءات، إلا أنه كما وصفت حتى في خلواتي وفي حديث الهامس مع زملائي وأساتذتي، أنه تفوق على نفسه وقاطع كافة ألسنة المتخرصين. لم يكن وحده، وإنما كان معه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما عاهدوا جمعيتهم العمومية. فكان ابتلاء تلو ابتلاء، بدأت الأولى، وليسمح لي، بدأت الأولى بموضوع الفاتورة الألكترونية، وخرجت الألسنة والأقلام تقول أنه سلمنا إلى الضرائب، ولكن كان وعده المقطوع والحاسم لا تسجيل في الفاتورة الألكترونية للمحامين منذ اليوم الأول أعلنها، ورفع راية أن المحاماة حرة ولا يجوز أن تقيد بفاتورة ألكترونية أو إيصال ألكترونية، واستطاع وبحق إلى أن أعلنها صريحة مدوية في مؤتمر النقابات الفرعية بالإسكندرية أنه لا تسجيل ولا إجبار على المحامين للسداد في الفاتورة الألكترونية. ثم جاءت واقعة مطروح، والتي كادت أن تودي ببعض زملائنا إلى التهلكة وإلى تقييد حريتهم، وكان في مؤتمر النقابات الفرعية في أكتوبر أعلنها صريحة، وقبل موعد الجلسة بيومين اطمئنوا الموضوع منتهي، وقد كان في الجلسة وسلم زملائنا من هذه المغبة وهذه الملمة. ثم يعقبها واقعة السادة الزملاء محامين مغاغة وغيرها وغيرها. ثم وهو الأهم، وهي شهادة أشهد بها أمام الله سبحانه وتعالى، وما شهدنا إلا بما علمنا، أنه في اللقاء الأول مع ضيفنا الكريم ضيف نقابة جنوب القليوبية مع كبير العائلة، قالها صريحة مدوية حين أشار لي على من سبقونا من النقباء في النقابة العامة، قال هذا جلس سنتين وكان نقيبا عاما، وهذا جلس 3 أشهر وكان نقيبا عاما، فلا الأمر يستوي عندي، إن كانت سنة أو نصف سنة ما تقوله الجمعية العمومية يسري، ولكني أحرص على أن أترك أثرا في نقابة المحامين. وكان بالفعل في فترة وجيزة كلنا كنا نسمع عن مشروع يسمى لا مركزية العمل النقابي، اللي هو تبقى النقابة الفرعية قائمة بأعمالها، تستخرج كرنيهات، تستخرج بطاقات للعلاج، يسدد فيها الاشتراكات بعيدا عن مشقة الانتقال إلى النادي الناري أو غيره. وبالفعل دخل هذا المشروع إلى حيز التنفيذ. ثم جاء موضوع الدمغة، دمغة إلكترونية اقتضت حقها من النقابة العامة، نزلت وانخفضت مدخول النقابة العامة من الدمغة، فكان الحرص من النقابة العامة نقيبا وأعضاء على أن تعود الدمغة الأولى اللي هي الطوابع حرصا على مال النقابة. ثم قرار عام داخل نقابة المحامين بألا يتجاوز الموظف سن المعاش ويبقى يحرص ويغب من أموال النقابة، رغم أنه لا يعمل عملا فزا، وبالتالي وفر على النقابة الكثير. ثم كان القرار الأشهر والأيسر، وهو حد العمل حتى الساعة 3 إلا باحتياج العمل، فوفر بالسلب وفر على النقابة بقرار بمنع الاستمرار حتى لا تصرف حوافز أو يصرف إضافي للعمل بغير عمل وبغير سعة، فوفر مبالغ طائلة على نقابة المحامين. باسمي وباسمكم
أرحب بمعالي النقيب الأستاذ عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العربي. إذا ما أطلقت باللغة العامية الرجل الجدع عبد الحليم علام، عند أقابي الفاهم المتميز عبد الحليم علام، الحريص على مال النقابة عبد الحليم علام، الموفر لمال النقابة عبد الحليم علام. عن نفسي أقول أن النقابة في مأمن طالما كانت في يد هذا الرجل حريص قوي أمين.